أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد. تحديات جمة واجهت فريقا مصريا من 3 باحثين تتعلق بتوافر المعلومات وإمكانية الحصول عليها. هذه هي الظروف التي واكبت ولادة جهاز كاشف الذي يعمل على كشف الألغام بدرجة عالية من الدقة وبتقليل نسبة الخطورة للعاملين في هذا المجال، والذين طبعا لا يخفى على أحد بأنه يذهب البعض منهم ضحية العمل في الميدان. غزوان عدنان وعماد العضايلي معهم التفاصيل، نتابع. ذكرت الأمم المتحدة في أرقامها وإحصاءاتها الرسمية أن 76 بلدا من دول العالم تعاني من ظاهرة انتشار الألغام، وأن حوالي 25 ألف شخص يقتلون بها سنويا. هذا الأمر دفع بفريق شبابي عربي إلى ابتكار ما يسهم في الكشف عن هذه الألغام والحد من خطرها. الفريق هو من جمهورية مصر العربية. محمد جودة أحد أعضاء الفريق المكون من 3 متخصصين، كشف عن الجهاز الذي حمل اسم كاشف خلال ملتقى دولي جمع مشاريع لرواد أعمال شباب، وقدم الابتكار كمشروع ذي مردود إنساني لما يقدمه من خدمة في ظل وجود تهديد لهذه الأدوات المنتشرة. 110 مليون لغم منتشرين في كل الدول دي، معطلة استثمارات بمليارات، بترول وغاز طبيعي وموارد ومعادن وأراضي قابلة للزراعة ومية، كل حاجة. في دول عربية طبعا زي العراق، زي مصر، زي لبنان، في دول تانية في افريقيا، في دول على مستوى العالم. فاحنا بدأنا من الموضوع ده ان احنا نحاول نوجد حل لمشكلة زي دي يقدر فعلا يخلي الدول دي تستغل كل الريسورسز وتشتغل. تقوم فكرة جهاز كشف الألغام كاشف التي جرى العمل عليها لمدة 2.5 عام تقريبا على تصميم جهاز هو أشبه بطائرة تظهر ما في داخل الأرض عبر إشارات وخرائط دقيقة من دون ملامسة الأرض. الطيارة هي عبارة عن بلاتفورم اللي بيقدر يشيل الجهاز الريدر، وجهاز الريدر ده اللي بيقدر يبعت إشارات للأرض وترجع له ويحللها ويطلع عنها معلومات عن الحاجات اللي موجودة على الأرض. فالسنسور او الديفايس او السيستم اللي بيقدر يكتشف ده هو الجرام تريتنج ريدر نفسه، والطياره مش اكتر من بلاتفورم بيشيل الكلام ده وبيقدر يكون ستيبل على بعد معين من الارض عشان تقدر تعمل البروسس كلها بتاعت الديتكشن. الجهاز يعمل على مسافة تبدأ من متر وتصل إلى 300 متر تقريبا، ويوجه عبر جهاز تحكم، وهو ما يقلل مخاطر انفجار الألغام التي عادة ما تودي بحياة العاملين في مجال نزعها أثناء عمليات البحث عنها في المناطق التي يحدد تواجدها فيها. مهما كانت عوامل الأمان اللي أنت موفرها البني آدم ده جوه حقل الألغام، مهما كانت التولز في إيده، لأن التولز دي في الآخر أنت لامس اللغم نفسه، معرض للانفجار في أي وقت. احنا اشتغلنا على حاجه اسمها الفا بروتوتايب او النموذج الاولي للموضوع، اشتغلنا في معامل زي معهد قومي للبحوث، اشتغلنا في اكتر من جامعه في مصر وبره مصر، لحد ما طلعنا نتائج تقول ان الكلام ده فعلا ممكن يتنفذ ويبقى حاجه حقيقيه وموجوده. الابتكار مكون من 4 اجزاء تقريبا، حازت بعضها على براءات اختراع في مجال الاتصال والتوصيل وكيفيه تحديد الاهداف، بينما يجري العمل على تسجيل الاجزاء الاخرى المتعلقه بالرادار. لبرنامج MBC في أسبوع، غزوان عدنان من مدينة بيركلي، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.